أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أسرار النجوم مع نجوم رمضان. اليوم سنتعرف على ملكة بلباي، مسارها الفني، حياتها الشخصية وبطولاتها وأعمالها الفنية. ابقوا معنا ولا تنسوا أن تدعموا القناة بالاشتراك لنستمر في تقديم الأفضل دائما. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. أهلا بكم من جديد. عنونت بورتري ملكة بلباي بقولي سكوت ملكة بلباي تمثل وتبدع. مشهدها أبكى الكثيرين ووضعهم في حيرة من أمرهم. يقولوا في نهاية الأمر الدراما الجزائرية بخير بفضل قامة فنية بمستواها واحترافيتها. إنها تمثل وتتقمص الدور والشخصية قلبا وقالبا وتبكيك كما أرادت وتضحكك أو تستعطفك كما شاءت. فالموهبة والتكوين والرسكلة الدائمة خلطتها السحرية نحو تقديم أدوار خالدة من صابرة إلى النخيل الجريح وصولا إلى ولد الحلال وأخيرا يما. مسلسل يما كان يستحق أن يحمل كلمة الأم. قوة السيناريو وبراعة تمثيل ملكة بلباي بدور الأم لا يجعلك تستسلم لاسم السجين الذي كان في البداية. ولو ظل كذلك فكان ظلما أن يحرم المشاهد الجزائري والمغاربي من القول بأن فيلم يما أو مسلسل يما ناجح واسم على مسمى. لكن من تكون ملكة بلباي التي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بمشهد أبكاهم ووضعهم في زاوية انتظار المزيد؟ طبعا المزيد من هذه الممثلة التي جسدت دورها كما يجب أو يزيد. ملكة بلباي كانت ستبكي الجزائريين في رمضان الماضي أضعاف الدموع التي ذرفوها في رمضان 2020 لو لم يتم تسريب مشهد انتحار ليلى التي جسدت دورها سهيلة معلم في مسلسل ولاد الحلال. ملكة بلباي ليست بالممثلة التي تخرجت من التيك توك ولا من ستوريات الانستغرام ثم أغرتها الشهرة الزائفة ولهثت وراء أي عمل وأدت أي دور بمنطق المهم أن ينبان. ملكة بلباي تبكيك وتستعطفك وتضحكك وتبهرك بكل كلمة وحركة وإيماءات وملامح وجهها وهي تجسد الدور، لأنها ببساطة صقلت موهبتها بالتكوين. إنها خريجة المعهد العالي للفنون الدرامية والمسرحية الذي التحقت به العام 1999. نعم فعلت ذلك وهي ابنة مدينة تيارت التي ولدت فيها العام 1978 وركضت وراء موهبتها وهي تعلم أن الطريق شاق وطويل. ملكة بلباي لم تدرس لمدة 5 سنوات وفقط بل صقلت موهبتها وخضعت لورشات تكوين ورسكلة واختارت بعدها الأدوار بكل عناية. هي خريجة التلفزيون الوحيد لسنوات قبل انفتاح المجال السمعي البصري في الجزائر، وهي من وقفت إلى جانب أسماء فنية متميزة وحالها يقول أريد أن أتعلم منكم، ولم يصبها الغرور يوما. شخصيا لم تتغير نظرتي لملكة بلباي، فهي كما كانت دائما متواضعة ومفحمة في الحيوية والكاريزما. من يعرف ملكة بلباي لا يظلمها بأن يختصر مسارها الفني في مشهد فني في مسلسل درامي يما، بل يجب أن يعود إلى أرشيف حافل بالأدوار في الأفلام السينمائية والتلفزيونية ومسلسلات عدة وكذلك على خشبة المسرح. هي الفتاة المقهورة المظلومة في فيلم صابرة، وهي المؤدية المقتدرة في فيلم بركات وفي أفلام أخرى منها توري موري وشامة والنخيل الجريح والأندلسي ودموع الأمهات. أما تلفزيونيا فتعرفها العائلات الجزائرية عبر مسلسلات كثيرة
منها عندما تتمرد الأخلاق وجروح الحياة والذكرى الأخيرة أولاد الحلال، وآخرا وليس أخيرا يما لمن أراد أن يعود إلى أرشيفها. فملك بالباي لا تنسى كل دور لها، كل سجاد مهرجان سارت فوقه واحتفى بها المنظمون لما قدمت للسينما كما التلفزيون والمسرح. عندما يذكر اسم ملك بالباي فلا يحضر سوى الفن والإبداع، وقل ولا تخجل سكوت ملك بالباي تبدع، فشاهد وانصت جيداً.